حق رسول الله في كثرة الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فداك أبي وأمي يا حبيبي يا رسول الله. أبسط الأشياء اللي نقدر نعملها إحنا كمواطنين، ليس لنا أي سلطة أو أي مقدرة على تأديب هذا الكلب، إنك تقاطع المنتجات الفرنسية. ده أبسط شيء أنت ممكن تعمله، قاطع كل المنتجات الفرنسية، ما تقولش اقتصاد البلد وضرائب والكلام ده كله، لأن في الأول وفي الآخر أنت لما تقاطع منتج هتروح تشتري منتج غيره، فالمصلحة العامة للبلد أفيد. لما تشتري منتج صناعة مصرية 100% أحسن ما تشتري منتج أرباحه كلها بتطلع بره البلد. ده ألف به اقتصاد يعني، فدي حاجة ما تضرش البلد في أي شيء. لكن أصحاب المصالح الأخرى هم اللي بيدافعوا عن الكلام ده. لكن لو هنتكلم على مصلحة البلد، مصلحة البلد إنك تقاطع أي منتج غير مصري، مصلحة البلد إنك تشتري المنتج المصري 100%، صناعة مصرية واستثمار مصري، مش تشتري منتج أجنبي وكل أرباحه تطلع بره البلد كل شهر. ده بالمنطق يعني، مش محتاجة فهلوة. فالناس اللي بتهاجم إن إحنا ما منقطعش، أنا معرفش أنتوا مليتكوا إيه بصراحة. ده أبسط الأشياء اللي إحنا نقدر نعملها. هتيجي يوم الأيام عايز الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي يشفع لك وأنت ما دفعتش عنه باللي تقدر عليه. أنتوا إيه؟ في إيه؟ فول نفسكوا، كل واحد ينسى نفسه إلا رسول الله، إلا رسول الله. ديننا ورسولنا خط أحمر، خط أحمر يا بشر، مش حتة كلب زي دوت يروح يسخر من رسول الله ونسكت له. لا وألف لا. للأسف 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 مفيش رد حازم من الدول العربية، مفيش رد يعلم الكلاب دول الأدب. كل شخص دور على مصلحته الشخصية فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. لو الرسول صلى الله عليه وسلم مش أحب على نفسك من أي حد ومن نفسك، فلا يكتمل إيمانك. يقعدوا يستفزوا في المسلمين وفي الآخر يقولوا لك إرهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل.